تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشيامنا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيت أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما زلنا معكم أيها الأحباب الكرام، ولعل الرأي العام الديني في هذه الأيام لا حديث له إلا عن هذا الموضوع، موضوع نقل صلاة الجمعة وصلاة التراويح عبر التلفاز وعبر وسائل الإعلام من واتساب وغيرها، هل هذا ممكن أم لا؟ ففضيلة الدكتور الحسن أيت سعيد اللي بادر وخاض هذه البادرة وقدم واحد الفتوى شرعية وقدم فيها أدلة وقدم فيها مجموعة من المبررات الشرعية التي تبيح هذا الأمر خصوصا في هذه الظرفية الاستثنائية، نجد بالمقابل علماء آخرين أجلاء منعوا، مثل العلامة الجليل سي محمد الروقي الدكتور الكبير والعلامة الذي هو الخبير المغربي في فقه النوازل وفي الأصول وفي أحكام الشريعة، وكذلك العلامة الجليل مصطفى بن حمزة الدكتور الكبير في مادة الشريعة والأدب، والمفتي المعروف والعلامة النحرير. هذا العلماء أجلاء فيما بينهم، علماء ذكروا أدلة شرعية وعلماء ذكروا أدلة أخرى مضادة، وهذا هو الفقه الحي، الفقه الحي الذي يقتحم القلوب بغير استئذان. أنا أعتبر هذا النقاش لحد الساعة بقي لم يحسم، وأعتبره من فتوحات كورونا، وأعتذر عن هالتسمية كلمة فتوحات كورونا. إن شاء الله غنديروا من بعد واحد الدرس غنجمعوا فيه كل الفتوحات التي استفدناها في عهد كورونا، من بينها حركية فقهية كنا شفنا واحد الظرفية مرينا بها سواء في المغرب أو في الأمة العربية والأمة الإسلامية جمعاء، فتور الاجتهاد الفقهي وفتور البحث عن الأحكام والتعليل والمقاصد. ونعلم بأن الآراء هي مبنية على أدلة شرعية ومنطق عقلي ومقاصد واقعية، وكل له دليله وكل يبتغي بذلك وجه الله ورضا الرحمن. فهذه القضية المطروحة الآن كانت تراودني منذ زمان ولم أكن أجد لها جواب ولا أحد يتكلم فيها. أنا استبشرت خيرا لما سمعت العلماء بدأوا يتحدثون، سمعت علماء من أعطى الأدلة بالإباحة والإجازة والعلماء الذين منعوا، وهذا في حد ذاته مكسب عظيم. وبغينا مازال العلماء ديالنا الأجلاء يدخلون في هذه القضايا ويبتون فيها من غير الصلاة ديال الجمعة أو الجماعة أو التراويح عبر التلفاز والإذاعة. بغينا كذلك الفتوى المتعلقة بإخراج زكاة المال قبل بلوغ الحول، قبل مرور الحول، وكذلك سفند الحكم الشرعي ديال العمرة أن تتوقف العمرة نظرا للخطر الذي قد يصيب الناس. وحتى الحج الآن رأى هناك لجنة علمية في السعودية تقوم بمدرسة الظروف العامة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، هل يمكن أن يكون الحج هذه السنة أم لا؟ لم تخرج لحد الساعة بقرار حاسم، ما زال الأمر بين أخذ ورد. ولحنا الآن على أبواب رمضان والناس كلهم يتكلموا على هذا الموضوع، فكل واحد أعطى الأدلة ديالو أعطى البراهين ديالو. اللي قالوا بالمنع راه قالوا بأن الصلاة تقام في البيت لعذر، وخصوصا التراويح
هي ليست واجب من الواجبات، هي سنة من السنن. والنبي صلى الله عليه وسلم في البدء صلاها، في اليوم الموالي خرج إلى المسجد فجاء عنده ابن عباس رضي الله عنه عبد الله وصلى معه، في اليوم الثاني دخل معه صحابيان، في اليوم الثالث النبي الكريم وجد المسجد مبتلئا فلم يخرج للصلاة، فقالوا لما يا رسول الله لم تصلي ابن التراويح؟ قال مخافة أن تفرض عليكم. فكان سيدنا النبي مرة يصليها ومرة لا يصليها، وكلما سئل كيعطي التعليل الشرعي كيقول لهم مخافة أن تفرض عليكم. حتى جاء وقت عهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، مرت خلافة أبي بكر الصديق سنتان ونصف، ثم جاءت خلافة عمر رضي الله عنه، وبدأ يعيد ترتيب مجموعة من القضايا من بينها شؤون دينية، دار الدواوين، دار الفتوحات، دار بيت المال، ودار الإصلاح الإداري، ودار التوقيت. ومن بين الإصلاحات اللي قام بسيدنا عمر الإصلاح في الشأن الديني، فكان أن سن صلاة التراويح وبعض الصحابة امتنعوا. شوف الاختلاف كان في عهد الصحابة، سيدنا عمر بمعية واحد المجموعة من كبار الصحابة اتفقوا على وضع صلاة التراويح بالطريقة اللي احنا كنقوموا بها الآن في مغربنا وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، راه هذا بإعاز من سيدنا عمر. وبعض العلماء من الصحابة امتنعوا، قالوا يا سيدنا عمر ما هذا الأمر، هذه بدعة، هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنك حملت الناس على صلاة التراويح بهذا النظام وراء إمام وبشكل يومي. قال لهم أنا لم أحمل أحدا، أنا بينت الأمر، فمن أراد أن يأخذه فليفعل، ومن أراد أن يتركه فليفعل. وإنما سيدنا النبي امتنع عن ذلك لأن قال التعليل الشرعي، قال مخافة أن تفرض عليكم. وبعد أن مات النبي الكريم والتحق بالرفيق الأعلى وانتهى نزول الوحي من السماء، لم يعد عندنا خوف من أن تفرض علينا، فالأمر بالخيار، من أراد أن يصليها فليفعل، ومن أراد أن لا يصليها فليفعل. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أعطانا واحد ساعة في المسألة في الشريعة الإسلامية. الآن ننتظر فتاوى كثيرة من العلماء الأجلاء، كل واحد يعطي رأيه، ولا ينبغي أن نلزم الناس برأي واحد، لا ينبغي أن نلزم الناس برأي واحد، فالأمر في ساعة. لكي يلزم الناس برأي واحد هذا نوع من التحكم، وإنما الأمر هو في ساعة، في الرأي والرأي الآخر، هذا مبدأ ديمقراطي، والإسلام سبق الديمقراطية منذ زمان. والفتوى اللي قام بها العلامة الدكتور حسن إتسعيد إنما شاف واحد المقصد آخر، مقصد ديال الوحدة النفسية بين أبناء الأمة، شاف التضامن الروحي، شاف التضامن الديني. فإحنا الحمد لله في مغربنا العزيز هذه الظرفية نعيش تضامن كبير، نعيش تضامن على مستوى المساعدة المادية، صندوق تدبير جائحة كورونا اللي كيتقدموا به هو أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه، وكنلقاو تضامن كبير مع الأطباء والصيادلة ورجال الصحة ورجال الأمن ورجال النظافة ورجال العسكر وكل مكونات المجتمع، تضامن كبير. فهذا الرجل اعتبر هذا اجتهاد جديد، تواجد الوسائل الإلكترونية ووسائل الإعلام متاحة في عصرنا، لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولم تكن في عهد الأئمة الأعلام، الإمام مالك ابن أنس، ولا الإمام أبو حنيفة النعمان، ولا الإمام محمد بن الشافعي، ولا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين، وغير من الأئمة الأجلاء. هذا أمر جديد مستحدث فيه الرأي والرأي الآخر. يبدو بأن المسار الديمقراطي في بلادنا سيتسع بهذه المبادئ الدينية، وسوف نرى إن شاء الله تعالى في هذه المناسبة هناك قنوات وهناك إذاعات سوف تنقل البث المباشر لصلاة الجمعة، وتنقل البث المباشر لصلاة التراويح مباشرة لبعض الأئمة الأخيار، كل جهة في مشاكل في مغربنا العزيز، رأى في الدول العربية كلها، في مصر، في تونس، في الجزائر، في الإمارات، في ماليزيا وغيرها، كل دولة من الدول غتختار واحد
الإمام جليل معروف بصوته الجميل أو خطيب مفوه ومن مسجد غادي يكون في عاصمة من العواصم أو في مدينة المدن، وسوف يتم بث هذا الأمر، وغادي يبقى دائما الأمر بالخيار، من أراد أن يفعل فليفعل ومن أراد أن يمتنع فليمتنع، فالأمر فيه سعة. ونحمد الله تعالى أن بغينا الفقهاء ديالنا يزيدوا أكثر في الحوار الفقهي وفي التعليل المقاصدي وفي الأقيسة وفي تنزيل ذلك على أرض الواقع. وكنحبوا أن فقهاءنا يبانوا في الإعلام، بغيناهم يبانوا في الإعلام، في التلفزيون، في الإذاعات، يبانوا في وسائل التواصل الاجتماعي، يقولوا الآراء ديالهم ويسمعوا الرأي الآخر وما يحاولوش أنهم يرفضوه أو أنه يقصوه، يعتبره رأي له أدلته ربما لم تتبين الآن، ربما قد تتبين فيما بعد، وكم من دليل منع وحوصر وفيما بعد تبين عنده نفع كبير، فالأمر فيه سعة. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون، وكان النبي الكريم يصوب الجميع. يكفي أن نستحضر في هذا المقام لما جاءت الصلاة ديال العصر في بني قريضة، لما كان واحد مجموعة ديال الصحابة غادي لبني قريضة، منطقة فيها تجمع ديال اليهود، قال لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريضة. الصحابة سمعوا هذا الكلام وداروا التأويل، البعض قالوا لقد قصد الإسراع، فنصلي العصر في وقته ولكن نسرع لنضرب حمامتين أو عصفورين بحجر واحد، نسرع لأن المقصود هو الإسراع ثم نصلي العصر في وقته. الطائفة الثانية ظاهرية، قالت لك لا، نصلي العصر حتى ولو وصلنا بعد العشاء اقتداء بسنة النبي الكريم وقوله. وفعلا الصحابة انقسموا نصفين، فئة جاء وقت العصر توقفوا وصلوا وكملوا المسير وحرصوا على الإسراع، هذا هو المقصود الإسراع، الإسراع نصلي بكري. الطائفة الثانية وصلوا متأخرين بعد غروب الشمس، عاد صلوا العصر، عاد صلوا المغرب، وبقى المناوشات والقيل والقال. فلما وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إليه وطرحوا المسألة عليه، صوبهما، قال لهم ثم بجوش بحال بحال، كلاكما على صواب، لم يخطئ أحد، مع العلم أن في الأزمنة المتأخرة كان الإمام ابن حزم الأندلسي وهو فقيه ظاهري كبير محنك، قال والذي بعث محمد بالحق لو كنا معهم ما صلينا العصر إلا في بني قريضة ولو وصلنا وراء الفجر اقتداء بقول النبي الكريم. فالبعض يأخذ بالظاهر والبعض الآخر يأخذ بالمقصد والتعليل، وكلاهما صواب. وهذا شيء كثير في السنة، لما في السفر كان عمار بن ياسر مسافر مع صحابي آخر، قال لك فأجنبت أصابتهم الجنابة ولم يجدوا الماء، فماذا يفعلان؟ أما أحدهما فتيمم، وأما الآخر فتوى قبل صلاة حتى يلقى الماء يغتسل. داك اللي تيمم ما كاش عرف تيمم، قال لك تمعكت في الصعيد، تمعكت في الصعيد، دخل التراب وبدك يعوم بالتراب. والثاني خلص صلاة حتى من بعد. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللي جاو عنده طرحوا عليه المسألة شكون اللي صواب واش انا ولا هذا، فقال لهم كلاكما صواب. داك اللي تمعك في الصعيد قال لي كان يكفيك هكذا، وأشار له كيف يتيمم، أنه يضرب بيديه على التراب ويمسح به وجهه وكفيه، قال لي هكذا يكفيك في التيمم لا أن تتمعك في الصعيد. فقال الذي صلى في الوقت قال لي أصبت السنة، وقال الذي صلى في الوقت وأعاد بعد الوقت لما اغتسل قال لك الأجر مرتين. فالنبي الكريم لم يكن يخطئ أي أحد، كان يصوب الجميع ما دامت النية صادقة، وهذا تشجيع على الاجتهاد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من اجتهد فأصاب له أجران، ومن اجتهد فأخطأ له أجر واحد. لهذا نريد من خلال هذه المناقشة أيها الأحباب الكرام، لا ينبغي أن نقصي أي أحد، والإنسان بالخيار، من أراد أن يفعل ويصلي في بيته مع أهل بيته فقط دون أن يتابع في التلفاز والميديا فله مبرر. والعلماء اللي قالوا لهذه النصيحة رغم علماء أجلاء وفطاحل ومشهود لهم بالعلم وبالتقوى والصلاح والفلاح، واللي غيتابع عن طريق وسائل الإعلام سواء تلفاز أو إداعة أو واتساب أو غيرها، فأيضا راه تابع واحد العلماء دي الأمة اللي هما أجلاء واللي هما يقتدى بهم.
إلا إذا كانت هناك فتوى من المجلس العلمي الأعلى وتكون موحدة أنذاك، لا فتوى إلا فتوى المجلس الأعلى. ولا أظن أن تكون هناك فتوى، فالمسألة هي فيها سعة، والخلاف مقبول في أمة لا إله إلا الله. وأسأل الله تعالى أن يهل علينا وعليكم شهر رمضان بالرحمة والمغفرة والرضوان، ويزيدنا وإياكم إيمانا ويقينا وصلاحا. آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.